بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، حضورنا الكريم، التواصل مستمر مع هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات الموفقة. وهد اللعب قبل هذا الانطلاق، واللعب هناك دائما، والعرض هناك عند اللحظات الأخيرة، اللحظات الجميلة التي تفصل هذه الجماهير. ومحبة، يا محبة أحمد بن عبد الله بن محمد بالهلي، أيضا متابع أبو محمد هذه الانطلاقات، بينما رفيقتها أيضا بثاني المراكز. شوي جدم يا حسين، الله يخليك جدم، خلني أتابع كل صغيرة وكبيرة. المركز الثاني محنة وسيف بن مصبح بن شاسب المسافري، ثالث المراكز هناك غرابة في ثالث مراكز سيف بن هلال العليلي. المركز الرابع ما شاء الله ملايين، أحمد بن عبيد بن حميدان، عاشق هذا الاسم الجميل. وخامس المراكز هناك جمرة وعبيد بن مصبح بن عبيد بن مصبح الشبي. وفي المركز السادس الله يلهذ شعار الأسطورة، شعار ولد الشبابي الذي تألق في يوم الأمس في ميدان المرموم، الأسطورة سالم بن حمد شميل الراشدي، من يقدم لنا الهدى على أرضية هذا الميدان. شكرا يا بن شميل، شكرا يا الراشدي على أداء الأسطورة. ما شاء الله شهد لنا أسطورة، اسم على مسمى، اسم على مسمى يا الراشدي. النقلة على المركز اللي في المركز السابع، أشوف المركز السابع ما شاء الله، الذيبة عيد من خلف بن محمد بن خلفان الغفلي. وفي المركز الخامس ايضا وصول هنا، ولا ثامن المراكز اللي في المركز الثامن، شواهين حميد بن سيف بن حميدان الفلاسي، النقل على المركز التاسع وعد وجاسم بن راشد بن مصبح الراعي. هكذا ايها الاخوة كانت نتيجتنا للمراكز، بعناها عليكم بالوفاء. تمام، هكذا كان الوصف التفصيلي لهذه الانطلاقات. الله يا محبة، الله يا محبة، الله يا محبة، يا سلام. يا الدنخ أخر عنها شوي، أخر شوي، خلها تأخذ راحتها، خلها تندفع، خلها تنفرد مع حبايبها، خلها تنفرد هنا بهذا الشاطئ. أبو محمد يستاهل، أحمد بن عبد الله بن محمد بالهلي يدن ما شاء الله، يدندن على نغم هذا المركز، على هذه السيفونية الجميلة المميزة. يلا يا أبو محمد، المركز الثاني هناك محنة سيف بن مصبح بن شاسب المسافري، ولكن حذاري من الهدة، حذاري بن شميل، سالم بن حمد بن شميل الراشد، شعار الأسطورة أيضا حاضر في هذا الميدان. المركز الرابع هناك، أشوف في هذه اللحظات جمرة عبيد بن مصبح بن عبيد بن مصبح الشبي. وفي المركز الخامس أيضا وجود هناك وعد جاسم بن راشد بن مصبح الراعي. هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة، هكذا كانت النتيجة. صامدة محبة على المركز الأول، صامدة محبة على مقدمة الشاط مع التنة، ولكن الهدى ثاني المراكز. وهناك هناك سالم بن حمد بن شميل الراشدي المركز الثالث، شعار أيها الإخوة ثلاث مراكز، سيف بن مصبح بن شاسب المسافري المركز الرابع ما شاء الله، أيضا من الجانب الآخر عبيد بن مصبح الاجتماعي مع جمرة، ولكن محبة 1200 متر، 1200 متر، أحمد بن عبد الله بن محمد بالهلي اللي صامت على مقدمة الشاط، ولكن صمود قوي حتى هذه اللحظات، رقم الضغوط من الهدى، ولكن صامد حتى هذه اللحظات. صماد الجبال السود الهدى في المركز الثاني، وتعود ملكيته لسالم بن حمد شميل الراشدي. محبة يا محبة، اللحظات الأخيرة، اللحظات الخطيرة، لمن هذا الناموس، لمن هذا الانطلاق. هذا والعلم عند الله، الهدى وقلت لكم حذاري منها، لأن هذا شعار الأسطورة، لأن هذا شعار الأسامي الخطيرة، اللحظات الجميلة، الهدى أيها الإخوة. ولكن جمرة أيضا تقترب في اللحظات المميزة، عبيد بن مصبح الاجتبي، يا هدة الخير، الله يظني المغافة السلام، هناك أيها الإخوة مع سالم بن
حمد بن شميل الراشدي الراشدي اللي يعرف طريق الناموس اللي يعرف طريق الانجازات محبة في ثاني المراكز جمرة قادمة ولكن قلت لكم الهدة اذا هدوا الرواشد ما عليهم الا بالمركز الاول اذا عزم الراشدي ما يهمه الا المركز الاول 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 ولا فلا الهدة ايها الاخوة الى هان العين الى هان العين سلام سلام سالم بن حمد بن شميل الراشدي بسم الله وذكر الله المركز الثاني مستمعين الاعزاء محبه ولا عفوا جمره في المركز الثاني العبيد بن مصبح الاشتبي المركز الثالث احمد بن عبيد بن حميدان المركز الرابع احمد بن عبد الله بن حمد بن هلي وفي المركز الخامس مع الراعي جاسم بن راشد بن مصبح الراعي وعد 6 دقائق التوقيت 3 ثواني 85 جزمنا الثاني تهانينا والناموس.